متداولين، مرحبا. بعد وصولنا للمنطقة الحاسمة للبيتكوين وارتدادنا بشكل رائع من مناطق 58,000 دولار و300، وعم نرتد الى منطقة 62,000 دولار. هل انتهى الهبوط ولا لا؟ رح نعرف بهذا الفيديو. اما بس فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات رقمية. ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، والرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. خليكم مع نهاية الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. طبعا اصدقائي، بعد فشلنا بكسر مناطق 66,000 دولار، صار عندي اعادة اختبار لمناطق 64,500، وحكيت بالفيديو في مناطق 64,000 دولار اذا اقفلت شمعة اليوم او الاربع ساعات اسفل هاي المنطقة راح نشوف هبوط دموي للبيتكوين، وهذا اللي صار بالفعل بعد هبوطنا لمناطق 58,000 دولار. طبعا هو توقعي كان نهبط لمناطق 60,000 دولار، لكن صار عندي فيك اوت بعد اختراق كاذب للدعوم، ورجعنا اقفلنا شمعة الاربع ساعات اعلى هذا الدعم، وهذا الشيء اللي اعطاني زخم صعودي قوي جدا على البيتكوين. طبعا دخلت كثير صفقات، اهمها كانت صفقة البيبي واللي كانت اروعة. صفقة البيبي دخلناها بتوصية مدفوعة على جروب الفي اي بي بعد وصولنا لمناطق 10.5. طبعا اول شيء صار عندي اختراق، تأكدت انه شمعة الاربع ساعات عادت الاختبار، بعدها ارتدت بقوة، شكلت تنذير قوي. بعدها دخلنا من هاي المناطق صفقة لونج، الى حد الان عندها مرابح تقريبا 23% سبوت، واكثر من 250% او عفوا 450% فيوتشر. خرجنا من الصفقات لكن متابعين في بعض الصفقات التالية، مثل صفقة الاوردي. صفقة الاوردي اللي نحن دخلناها بسعر تقريبا 35 دولار، لحد الان مستمرين، وهدفي راح يكون مناطق 46 دولار. اما عملة سولانا اللي كانت احد اقوى الصفقات اللي دخلناها من مناطق 125 دولار، لحد الان عندي مكسب بالعملة تقريبا 12%، وهدفي هو مناطق 140 دولار، يعني قريبين جدا من هدفنا وقريبين بلمس الهدف الاخير على العملة. بالوقت الحالي اصدقائي، بيتكوين خطر جدا، لكن عندنا احتمالات لازم نرسمها ولازم ناخذها بالحسبان. اهم اختبارات او اهم النماذج اللي ممكن تتشكل عندي هو اعادة اختبار فيبوناتشي على منطقة 63,500. من هاي المنطقة اذا فشلنا بالكسر مرة تانية والتداول اعلاها، فرح سبب لي هبوط مرة تانية ممكن لكسر القاع، لكن انا عن نفسي بستبعد هذا السيناريو بالوقت الحالي، رغم انه سيناريو مطروح، لكن بالوقت الحالي انا من وجهة نظري الشخصية انه رح نعيد الاختبار ونتداول اعلى مناطق 63,500. طبعا حجة 10,000 قطعة بيتكوين اللي تم تهريبها من ام تي جوبز الى حد الان اصدقائي غير صحيحة، غير وارد انه هاي العملات تدخل للتداول، لكن اذا صارت هذا الشيء فرح يسبب لي هبوط كبير وعنيف للبيتكوين، ممكن يشيلنا مناطق 50,000 دولار. طبعا هذا الهبوط انا تكلمت عليه بفيديو شورت على اليوتيوب، تقدر تدخل صفقات او عفوا على فيديوهات الشورت لتشوفوا تحليل البيتكوين قبل الهبوط. لكن بالوقت الحالي اصدقائي، بيتكوين ممكن يلامس مناطق 64 الى 63,500، من ثم يعاود الهبوط اذا ما اكد الايجابيه باختراق شمعه طويله اعلى هاي المقاومات. هي بنكون وصلنا هاي الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. مع السلامه، دمتم بخير.